اسمع يا عاصم، انت عارف كويس انت ايه بالنسبه لي، واللي بيني وبين جيهان ده انا مش جاي اقابلك عشان كده يا فريد. انا ماليش دعوه باللي حصل. ما اذا كانت جيهان ما حكتلكش على اللي حصل يبقى اعذرني، انا كمان مش هقدر اتكلم فيه. استنى بس شويه يا فريد، شوف الراجل عاوز يقول ايه. حاضر. اتفضل يا استاذ عاصم، وما تاخذنيش اذا كنت عصبي معاك شويه. انت بالذات استحمل منك اي حاجه لاني بحبك جدا وانت عارف كده كويس. طب يا سيدي، الحمد لله ان في حد في عيلتكم بيحبني. يا ساتر عليك يا اخي، ما بلاش الكلام اللي زي الطوب ده. ما هو قاعد جنبك اهو، اساله اذا كان في حد في العيله عنده بيحبني، اللهم الا يعني عم ابراهيم شويه. وبنته كمان بتحبك. والله يا عاصم ابتديت اشك حتى في الحكايه دي. هقول لك ايه، استغفر الله العظيم يا رب. يعني في واحده ما بتحبش جوزها تسيب شغلها وتقعد في البيت برضو يا فريد؟ دي كانت رغبتها وانا احترمت رغبتها ونفذتها. عشان تربي بناتها، ودي اهم حاجه عندنا في الدنيا. وبعدين لو كانت تقدر توفق بين شغلها وبين تربيه بناتها، انا كنت اول واحد يقف جنبها. طيب الكلام ده حصل مع فاطمه، لما مريم جت بقى الامر صعب شويه. صح، وفي دي عندها حق. طيب لما البنتين دول يبقوا ثلاثه هتعمل ايه؟ ولا حاجه. حق. ده بتقول ايه يا عاصم؟ جان حامل يا فريد. انت بتتكلم جد؟ وانا من امتى بهزر يا فريد؟ الدكتور كشف عليها واكد الكلام ده. يظهر كلام الشيخ صباح هيطلع جد ولا ايه؟ مش عارف، يظهر ان احنا كنا ظالمينها. انتوا بتقولوا ايه؟ لا ابدا، بنقول يعني ان فريد لازم يروح لها البيت عشان يرجعها بيتها. ايوه طبعا، بس انت تروح لوحدك عشان الجميله تبقى جايه منك. موافق ولا ايه؟ طبعا موافق. ولا ايه يا فريد؟ طبعا موافق. بركاتك يا شيخ صباح. مهما كان يا فريد، ما كانش المفروض انك تسيبها تنزل من البيت لوحدها في وقت متاخر بالشكل ده. افرض عملت حادثه واحنا ما كناش نعرف انها حامل. ايوه يا عمي، بس البنات كنت اعمل فيهم ايه؟ يعني هصحيهم وننزل نوصلها لغايه هنا ونرجع تاني وهم عندهم مدارس، كنت اعمل ايه بس؟ كان ممكن يا اخي ما تخليهاش تنزل. يا اخي يا عمي، ما انت عارف جيهان اكتر مني. انت عارف ان جيهان لما بتركب دماغها بتبقى حاجه صعبه قوي. ده انا اضطريت اقصر الشر واسكت علشان خاطر الجيران ما يسمعوش. اتعلم علشان المركب تمشي. والله العظيم كل اللي عملته ده علشان خاطر المركب تمشي. ازيك يا استاذ فريد؟ اهلا بيك يا فندم. ايه الغيبه دي كلها؟ مش هين عليك تسال على مراتك وام بناتك؟ عندك حق والله، انا اصل بس كان عندي شويه حاجات مهمه كان لازم اعملها علشان الامتحانات قربت. وهي الامتحانات اهم من مراتك؟ بعدين خلاص بقى، الراجل كان عنده مشاكل وحاجات خلصها وهو جه هنعلق له مشانق. اهلا اهلا استاذ فريد، ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا، ازيك يا مدام مها؟ الحمد لله. ازيك يا عاصم؟ ازيك يا فريد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. امال البنات ما جوش مع حضرتك ليه؟ دول وحشنا موت. معلش، اصل انا يعني جيت من بره، وهم البنات مستنيين مامتهم في البيت. ومين قالك انها هترجع معاك؟ وليه لا يا ماما؟ مش بيتها وجوزها واولادها؟ بيتها ايه؟ بيتها اللي طردت منه؟ قلت لك اسكتي. مدام مها، هي جيهان عرفت ان انا موجود؟ طبعا، ونازله ورايا على طول. ازيك يا فريد؟ ازيك انت يا جيهان؟ ايه انتوا هتفضلوا واقفين كده؟ ما تقعدوا، في ايه؟ بعد اذنك يا عمي، ممكن اخد جيهان ونروح بيتنا اذا ما كانش عندك مانع. انت عندك مانع؟ لا يا بابا، ما عنديش. غلطانة. وبعدين يا ماما، ايه في ايه؟ جيهان يلا روحي روحي مع جوزك، وانت بقى روح خد اعزمه على العشاء في حته هاديه كده واتكلموا مع بعض براحتكم. ماشي. انا فعلا كنت هعمل كده. يا سلام بقى يا فريد، هو انت من امتى كده؟ ده انت عمري ايه بس؟ استني طيب لما نبقى لوحدنا وبتكلمي. فريد، تعرف لو زعلتها تاني انا اللي هقف ضدك. حاضر يا عمي، حاضر. يلا بقى اطلعي جهزي. ليه اسمعك وانت بتقولي كده؟ يقول اني وحشتك قوي قوي قوي.
هتعرفي لما نروح. يلا بقى. انا متشكر جدا يا عمي. معقول جيهان المثقفة المتعلمة يكون تفكيرها بالشكل ده؟ امال خلت ايه للناس الجهل؟ انا مش عارف ليه اصرارها انها تجيب ولد، مش تحمد ربنا على اللي هي فيه. دي عندها بنتين زي القمر، ما تتصورش لما فريد بيجيبهم لي البيت ببقى سعيده قد ايه، ببقى مش عايزاهم يمشوا، بحس انهم مالين عليا حياتي. نعم، وانا مش مالي عليك البيت ولا يا ست الهام. انت مالي عليا البيت يا روحي. يلا العشاء جاهز. عايزه حاجه يا هانم؟ لا ميرسي يا سعاد، روحي انت. ايه طيب استناكوا لغايه لما نخلصوا عشان نشيل الاطباق. لا انا هشيل كل حاجه، روحي انت. ايه طيب، بس اوعي تتاخري زي المره اللي فاتت. لا من عينيا. ما قلتليش بقى يا عم صبري انك هتجيب سكرتيره المكتب. هو لسه اول يوم ليها النهارده، يعني تقدري تقولي اختبار. لو ما فلحتش انا ممكن اعتذر لها واخليها تمشي. طب ولو كانت كويسه؟ هخليها طبعا، الا اذا ما كانتش عاجباك يعني انا ممكن اعتذر لها وامشيها. لا طبعا، واضح يعني ان ظروفها صعبه ومحتاجه شغل. بيني وبينك هو ده اللي انا حسيته، وبعدين النهارده خلاص ما بقاش في شغل. هي متجوزه؟ اعتقد، لانها قالت لي لما بتعرضت بنفسها قالت لي انا مدام محاسن. بس انا ما شفتش في ايديها دبله. مش عارف، جايز تكون ارمله مطلقه، الله اعلم. بس بالرغم من ان ظروفها صعبه لكن لبسها كويس وشكلها كمان كويس. برضو ده احسن، لان هي اللي هتقابل العملاء. كل ما يكون شكلها لطيف وهي بتاخد منهم الاوراق او تاخد المواعيد هيبقى لطيف. وبرضو يعني صاحب المكتب لما يصطبح بوش حلو برضو يكون احسن. الوش الحلو انا بصطبح بيه هنا في بيتي مع مراتي حبيبتي. يا وادي اونطجي اخس عليك يا الهام، انا لو حواليا مليون واحده انت وبس اللي في قلبي. يعني بجد يا صبري عمرك ما هتبص لواحده غير؟ استحاله يا روحي. اقول لك على حاجه، انت لو بقى عندك 100 سنه وبنت عجوزه ومكحكحه انت وبس اللي حبيبي. انت عارف يا صبري انا ساعات بحس اني مقصره في حقك، خصوصا بعد الكلام الحلو اللي انت قلته لي ده. يعني بحس ان انا كان لازم. اوعي تكملي الهام، انت كل حاجه في حياتي، انت حبيبتي مراتي بنتي، انت كل حاجه في الدنيا ليه. كلامك ده بيسعدني بس بيزود احساسي بالذنب ناحيتك. احساسك بالذنب ده لو كان في ايدك اي حاجه وانت قصرتي، لكن الموضوع التاني دوت دي اراده ربنا سبحانه وتعالى. يا حبيبتي انا كل اللي يهمني في الدنيا دي صحتك، وبعدين الكلام الوحش ده انا مش عاوز اسمعه تاني. لعلمك بقى انا هاجي دلوقتي هلف بيك القاهره حته حته، وبعدين نطلع على الهرم نتفرج على شروق الشمس، ايه رايك؟ بجد يا صبري يا ريت. طب يلا بينا دلوقتي، وزي ما احنا كده. زي ما احنا كده؟ طب افرض يعني عسكري جالنا كده واحنا قاعدين في العربيه هنعمل ايه؟ عيب رقبتي يا هانم، انا ليا محامي كده هيطلعنا منها. محامي كده؟ اه. طب يلا انا جاهز. يلا. انا مش فاهم مين فينا المفروض يزعل من التاني، انا ولا انت؟ وانت تزعل ليه بقى ان شاء الله؟ علشان الكلام اللي انت بتعمليه يا شهان. الكلام اللي انت بتعمليه ده تعمله مرات سعيد البواب، ست من الستات اللي بيشتغلوا عندنا في الارض، واحده جهله. لكن مراتي جيهان اهو دي اخر حاجه كنت اتوقعها. انت عندك حل تاني يا فريد؟ وانا ليه يا بنت الناس ادور على حل عشان اجيب ولد اذا كان ربنا سبحانه وتعالى مش عاوز؟ هو مش عاوز، انا اقول له لا انا عاوز ولد. وبعدين افرضي ان انت جبتي ولد، تضمني منين شكله يطلع ايه؟ اخلاقه تطلع شكلها ايه؟ مستقبله ايه؟ يا جيهان ده ربنا ادانا احسن بنتين في الدنيا، والبنات مليانين دايما حب وحنيه. شوف انت وانت صغيره اكيد كنت بتحبي باباكي وبتخافي عليه من اقل حاجه، ومع ذلك كتب كل حاجه باسم عاصم. صحيح هو ما ادالوش ورق من الكلام ده، بس هو فرق في المعاملة يا فريد. ولا دي فلوسه وحاجته هو حر فيها، أنا بتكلم عن نفسي. أنا ما حرمتكيش أبدا من أي حاجة طالما كانت في حدود إمكانياتي. وإمكانياتك دي يا فريد كان ممكن تكون أضعاف اللي أنت فيه، بس أخوك بقى
كوش على كل حاجة، قال لي مجرد انه عنده الولاد. اخويا صالح بياخد حقه وبس، واذا كان بياخد حاجة من حقي خلاص يبقى حلال عليه مادام هو قابل وراضي، بس المهم ان اللي انا بحتاجه باخده منه. هو ما بيديلكش يا فريد اللي انت محتاجه، هو بيديلك اللي بيفيد عنه وبيزيد شوية. وانا قابل يا ستي، وعمري ما هخسر اخويا في يوم من الايام علشان خاطر فلوس حتى ولو كانت ملايين. امال تخسر مراتك وبناتك يا فريد؟ وانا اخسرهم ليه بس؟ الكلام ده تقوليه لو انت طلبتي حاجة وانا ما نفذتش، لكن لو انت حكمتي وطلبتي مليون جنيه، شوفي مليون جنيه خلال 24 ساعة هيكونوا تحت رجليكي، بس بشرط انك تكوني محتاجاهم. فعلا يا فريد، لو انا دلوقتي قلت لك اني محتاجة مليون جنيه هتعرف تجيبهم؟ هجيبهم يا جيهان. ازاي بقى؟ هتبيع الارض؟ انت عارفة كويس يا جيهان ان انا عمري ما هفكر في كده. امال هتعمل ايه يا فريد؟ هستلفهم، هستلفهم من ايراد الزراعة الكام سنة اللي جايين. بس افهم الاول، انت محتاجاهم في ايه؟ ابدا يا حبيبي، انا بفكر اشتري فيلا بدل الشقه دي، واجيب عربيتين، واحده ليا وواحده ليك، وبما تبقى بقى هشتري شويه هدوم وهسافر وهتفسح واشوف حياتي بقى. وهي دي بقى السعاده من وجهه نظرك؟ ده من وجهه نظر اي حد عاقل وعنده فلوس ومش عارف يستمتع بيها. يبقى للاسف يا جيهان مش هقدر انفذ لك طلبك. انا افتكرت انك محتاجه الفلوس في حاجه ضروريه اكتر من اللي انا قلته يا فريد. ما ظنش جيهان، انا قلقان عليك يا جيهان، وخايف قوي على بكره، خايف لحسن العيله الصغيره الجميله اللي احنا عملناها دي تتفك من بعضها. عشان كده يا حبيبتي انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، خلي بالك من بكره يا جيهان، خلي بالك من نفسك ومن بناتك ومني. يا حبيبي انت عندي بالدنيا دي كلها، وانت عارف الكلام ده يا فريد. اهو كده يا شيخه فتحي اللون شويه، خلي الواحد يعرف ياكل. عارف يا فريد، انا يوم ما سمعت ان عمي توفى كنت عايزه اسافر لك واقف جنبك، اصل انا كنت عارفه قد ايه هو كان غالي عليك. الله يرحمه. كويس انك فكرتيني، مش واجب برضو ان انت تسافري علشان تعزي صالح والحاجه وقابل مراته العقربه دي؟ سندس، والله العظيم سندس دي ست غلبانه، انت بس اللي شايلها على دماغك وزعق. ايه قلتي ايه؟ خلاص يا حبيبي، ليه تشوف بنفس راضيه؟ طبعا يا حبيبي، ده واجب عليا. يا عمدي ايه في ايه؟ مالك واقف كده ليه؟ الاستاذ فريد وجماعه جمع النادي جايين على هنا؟ لا، في بيت الاستاذ فريد، الناس ضد الشرط جايين على هنا. اسمع سلماوي. نعم. تروح للحج عبد السلام لبيته وتقول له العمدة بيقول لك تجيب دفاتر المحصول ودفاتر الحسابات وتجيبها بنفسك لحد هنا من غير ما حد يوعالك، فاهم ولا لا؟ فاهم يا عمدة. خد ودي الدفتر ده للمكتب اللي في مصنع الكيماوي وحطه بيدك في الدرج واقفل عليه بالمفتاح وجيب المفتاح لهنا، مفهوم؟ مفهوم يا عمدة. يلا غور. بنتي عطيات، انت يا بنت. نعم الحسيد. اطلعي ستك الحجة واطلعي لست سندس وقولي لهم انه الاستاذ فريد وجماعته وصلوا النجم وجايين على البيت. حاضر يا سيدي. يلا.
أهلاً وسهلاً الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عمدة. إيه؟ أنتوا جايين كده عارفين إن إحنا وصلنا النجع ولا إيه؟ جرى يا فريد، أنا مش العمدة بتاع النجع ولا إيه؟ لازم أعرف كل حاجة بتحصل فيه. على رأيك. إزيك يا حاجة، وحشتيني موت. تعيش يا حبيبتي، ما تشوفيش وحش أبداً. إزيكوا يا بنات؟ شفتوا النجع وأنتوا جايين؟ اتغير كتير مش كده؟ أصل أنتوا بقالكوا زمن ما جيتوش. عندك حق يا عمدة. ما عشان كده بقى أنا عايز أنتهز الفرصة المرة دي وأفرجهم على النجع كله حتة حتة. عايز أفرجهم على الساقية القديمة وعلى الجرن اللي كنا بنلعب فيه زمان. فاكر يا صالح لما كنا بنهرب من أبوك الحاج الله يرحمه؟ ودي حاجة تتنسي برضك يا فريد. وتتعب نفسك ليه يا فريد يا ولدي؟ ياخدوهم ولد عمهم مع الغفر ويفرجوهم النجع حتة حتة. لا. ليه؟ لا ليه؟ يعني يا فريد أنا بقول يعني إنه الجو دلوقتي حر. خليها قبل المغرب شوية يكون أحسن. الست جيهان بتتكلم صح برضك. يا صالح احنا مش عندنا الشماسي بتاعت زمان. موجودة يا سيدي، هتروح فين يعني؟ خلاص يا أخي، ياخدوهم الغفر وياخدوهم عيال عموهم ويفرجوهم على النجع ويفسحوهم وياخدوا في ايديهم الشماسي. يا شباب، هتخلي بالكم من بنات عمكم ولا لا؟ طبعا يا عمي. يلا يا ولد انت، هو بسرعة ساعة واحدة بس، ما تتأخروش عشان الغدا. يلا خلي بالكم. معاهم يا غفير. عمرك يا عمدة. ما تقلقيش معاهم الغفر. اتفضلوا، اهلا وسهلا، البيت نور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا صالح؟ الله عليك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كله تمام. جيهان أصرت تيجي تعزيك بنفسها يا حاج. تعبتي نفسك ليه يا بنتي؟ ازاي بقى يا حاج؟ ده المرحوم كان غالي علينا كلنا. ده حتى بابا كان جاي معايا بس هو بعافية شوية. ربنا يكون في العون. عموما تلغرافه وصل لينا، كتر خيره. بناتك كبروا ما شاء الله يا جيهان، بيجوا عرايس. ما انت عارفة يا مرات أخويا، الأيام بتجري. والبنات بيكبروا بسرعة. يوم والتاني هتلاقيهم عرايس والعرسان بتخبط على الباب. خلاص خلوا العرايس عليكم والعرسان علينا. على فكرة يا جماعة، في خبر حلو يمكن يخرجنا شوية من اللي احنا فيه. قول يا اخوي. الله يفرح قلبك. جيهان حامل. ألف ألف مبروك يا بنتي. الله، أهو ده خبر زين. ربنا ينولك اللي في بالك المرة دي يا جيهان. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا مرات اخويا. وبعدين ما انت عارفه البنات رزقها واسع، ده غير بقى انهم حبايب ابوهم. وزي ما بيقولوا الولد لاهل مرته، وقالوا بلدك ايه يا جحا؟ قال منها مرتي. سندس يا بنتي، قومي شوفي لنا الوكل اخباره ايه. حاضر يا حاج. عمدي، في واحد عايز اقول. طب عن اذنك يا فريد، عن اذنك يا مرات اخوي. اتفضل يا عمده، اتفضل. وتعبتي نفسك ليه يا بنتي؟ ده المشوار واعر عليكي جو وانت في اول الحمل، وشكلك تعبانه اهو. والله انا قلت لها كده برضو يا حاجه، بس هي اللي اصرت تيجي. مش هتاجي تقف على الدبح يا حاجه؟ حاج يا بنتي. عن اذنكم يا ولادي. اتفضلي. ايه اللي قلته ده؟ قلت ايه؟ ازاي تقول ان انا حامل؟ عادي، مش اهلي ولازم يفرحوا معايا. يفرحوا معاك يا فريد ولا يفرحوا فيك؟ ايه اللي بتقوليه ده يا جيهان؟ انت ما سمعتش مرات اخوك بتقول ايه؟ ما قالتش حاجه الست، كلامها عاقل ومترتب. انت بس اللي حساسه زياده عن اللزوم. اسمع يا فريد، انا عايزه حياتي الخاصه اللي بيني وبينك تفضل سر وبس، بيني وبينك وبس يا فريد. سر ايه يا جيهان؟ ده حمل. يعني لو عملتيه سر الشهر ده، الشهر اللي جاي هيبان عليكي. ولو يا حبيبي، انا مش عايزه اي مخلوق يعرف بحملي لغايه مولد واجيب الولد. طب ومش ممكن يا جيهان تيجي البنت؟ لا يا حبيبي، انا متاكده المره دي ان الولد جاي. ومتاكده ازاي بقى؟ يعني كنت عملتي سونار وانت في شهر واحد؟ يا جيهان يا حبيبتي، حبي اللي انت فيه وصدقيني لو رضيتي باللي ربنا قاسمهولك هترتاحي. يا حبيبي فهمني،
انا كل اللي قصدي. لا مؤاخذه يا جماعه، تاخرت عليكم. لا ابدا يا عمده، اهلا وسهلا، اتفضل. متشكر. بقول ايه، انا كنت عايزك بعد الغداء نقعد مع بعض كده ونتكلموا في موضوع. بخصوص ايه يا عمده؟ بخصوص ميراث المرحوم طبعا. يا عمده يا عمده، انت بتقول ايه بس؟ انا يا سيدي راضي بكل اللي انت هتعمله ومستعد امضي لك كمان. لا بس انا بقول يعني انه ده حقك وحق رشيد اختنا برضك، ومحدش ضامن الحياه من الموت. عداك العيب يا عمده، الحاج صالح بيتكلم مظبوط يا فريد. خلاص خلاص يا عمده، اللي تشوفه. يعني عايز نعمل ايه يا عز؟ اضرب الارض ولا اطلعي فلوس؟ يا بابا دي فرصه، لو راحت مني مش هتتعوض تاني. يا حبيبي انا عايز اعمل لك كل اللي انت عايزه، بس دلوقتي انا ما عنديش سيوله. اديني فرصه ان شاء الله ادبر اموري. انا مش محتاج. هتشرب ايه؟ برتقال. انا هشرب ده. ماشي. انا مش محتاج المبلغ كله، انا محتاج 300,000 جنيه، وده ربع المبلغ على اللي هيحطه شركائي وهنقدر نقف على رجلينا. يا سلام، انت متصور ان المبلغ اللي بتطلبه ده بسيط قوي كده؟ انا نفسي اعتمد على نفسي واحس ان ليا كيان انا اللي بنيه. ده كلامك ولا كلام مراتك؟ مهما بتتدخلش في شغلنا انا وحضرتك، وبعدين كفايه انها وافقت لما حضرتك طلبت ان احنا نقعد معاكم في الفيلا اول ما اتجوزنا. يعني انت كنت عايزنا نقعد انا ووالدتك وشنا في وش بعض كده؟ ايوه، بس هي كمان ست وليها حق انها تحس انها زوجه وقاعده في بيتها. خلاص خلاص، انا اديني فرصه كده وانا ادبر الامور كلها. ماشي. مش الحاج صالح كان اتكلم معاك في مشروع كده؟ ما تفتحوا فيه تاني. ايوه هو اتكلم لكن ما قاليش اي تفاصيل. خلاص مش هنخسر حاجة. تحب أكلم فريد يفتحه؟ لا لا لا، فريد لا. خلاص كلمه، ده راجل محترم جدا ويمكن الحل يكون من عنده. أيوة، ما أنا لو كلمته هيطلب مني فلوس، وأنت عارف أنا حطيت كل أموالي في الشركة بتاعتي. والله اللي فهمته من القعدة إن هو محتاج لاتصالاتك تخلص له حاجات في مقابل عمولات وبشكل قانوني جدا. تفتكر؟ بابا كل الدنيا ماشية كده. طيب خلاص، أنا أكلمه وأفهم منه. أنا سمعت إن هو داخل مشروع كيماويات وأسمدة، محتاج يخلص موافقتهم. ايوه بس على العموم اما اعمل دراسه جدوى واشوف ايه المطلوب بالظبط. بس ما تكسلش زي كل مره. انا مستعجل اكتر منك يا راجل. والنبي يا سماح ما تضغطي عليا وخليني براحتي. براحتك ده ايه؟ انت لازم تيجي تعيشي معانا هنا. اديكي شايفه البيت كبير واحنا نفرين، يعني ولا هتحسي بينا ولا هنحس بيكي. وبعدين بقى انت ما زهقتيش من عادتك لوحدك بعد المرحوم؟ اهي ايامه بتعدي، وبيني وبينك حكايه الشغل الجديد دي جات لي من السما، الوقت بيعدي زي الهوا. الا قولي لي صحيح، صاحب الشغل عامل معاكي ايه؟ راجل مؤدب وشايلني فوق دماغه، تصدقي هو بيكلمني ما بيرفعش عينه فيا حتى. صحيح ابن ناس. طيب خلاص، يبقى تيجي تقعدي معانا هنا، اهو على الاقل انت هنا اقرب للمكتب، بدل ما بتنزلي كل يوم من المعصره لوسط البلد، هنا بقى هتاخديها ماشي. ربنا يعمل اللي فيه الخير. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. وانا اقول البيت منور ليه؟ منوره يا محاسن. ايه الغيبه الطويله دي يا اختي؟ ازيك انت يا صلاح؟ الله يخليك. لما تقوم يا ولية تعمل لنا لقمه نشق بيها رقنا. شق ريقك الساعه 4 يا راجل، انا قايمه اجهز الغدا، وهي فرصه محاسن معانا تاكل لقمه. على فكره يا صلاح، انا مسكت في محاسن عشان تيجي تقعد معانا، هي بدل قعدتها يا اخويا لوحدها بعد المرحوم. احسن برضه لأحسن. الواد ابن عم المرحوم جالي القهوة ولمح لي على موضوع الشقة، وقال لي إنهم ناويين يعملوا تكة عشان يمشوك من الشقة. كده؟ لله في لله؟ ما أنا قاعدة فيها من ساعتها ما حصلش حاجة. أنا بقول لك اللي أنا سمعته، حتى هو عرض عليا قرشين كده، قلت له أنا ماليش دعوة بالموضوع ده، حد الله ما بيني وبين الحرام، أدي الجمل وأدي الجمال. إحنا مش عايزين منهم حاجة. وبعدين بقى شقة أختها مفتوحة لها، وأهلاً وسهلاً بيها في أي وقت. وأنت مالك أنت يا وليه بتتكلمي عنها كده ليه؟ يعني هي لما تطلع لها من الموضوع ده بقرشين مش احسن من عيونهم؟ عموما يا محاسن سيب الموضوع ده عليا انا هخلصه، بس انا عايزك تلمي حاجاتك من الشقه دي في اسرع وقت، لاحسن العيال دول لبط، طالما حطوكي في دماغهم يبقى مش هيطلعوكي منها ابدا. ما تقوم يا ولاد تعمل لنا حاجه ندماغها على الطاق. حاضر حاضر، اسكت. منوره يا محاسن. تعيش يا صلاح. مبروك الوظيفه. الله يبارك فيك. على فكره بقى محاسن، أنا عايزك لما تيجي تنورينا هنا مالكيش دعوة بأي حاجة خالص، فلوس النهاية بتاعتك دي تصرفيها على نفسك،
انت هنا ضيفه في البيت بتاعك ده اللي انت عايزاه تأمري بيه يطاع على طول من جنيه المية محاسن. انت غالي علينا قوي. انا لسه ما وافقتش اني اجي اعيش هنا يا صلاح. ان شاء الله هتوافق يا محاسن، يعني ديك الساعه لما احنا انا هقوم اساعد سماح عشان لازم ارجع المكتب قبل ما الاستاذ يرجع. ماشي. على فكره مكتب ايه اللي انت شغاله فيه؟ مكتب محاماه. يعني لو احتاجنا لك في حاجه كده ولا كده هتخلي الاستاذ يقف معانا؟ هو انت ناوي ترجع للسكه الزباله دي تاني؟ حد الله ما بيننا وبين الحرام، خلاص بطلناها يا محاسن. عن اذنك هساعد سماح. اذنك معاك يا اختي. منوره يا محاسن، منوره يا اختي. ما تقومي انت ساعد خالتك. لو عوزتوا حاجه تانية تعالوا خدوا يا اولاد، الوكل كتير. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. منوره ست جهال. منوره بيك يا حاج. ما تاكلي يا اختي، ده انت حامل ومحتاجه غذاء. حاضر. خدي دي من يدي. لا معلش ما باكلش لحم. ليه يا بنتي؟ انت مش عايزه الولد يطلع جديد ولا من بقك لباب السما يا حاج؟ من حاجه فريد. بشكر للاستاذ صبري والاستاذ عبد المنعم علشان جو العزاء، يعني انا ما لحقتش اقعد معاهم. واحنا كنا في ايه ولا في ايه يا صالح؟ وبعدين دول مش غرب. لا قول لي صحيح، هم اخبارهم عاملين ايه في شغلهم في بيوتهم؟ الحمد لله ما فيش بيت يا صالح ما فيهوش مشاكل، بس العائل بقى هو اللي بيوطد الريح لغايه ما تعدي علشان ما يضرش نفسه. عين العقل يا ولدي، ربنا يكملك بعقلك. فريد انا حاسه اني مش هعرف اكل الاكل ده، ده اكل دسم جدا وحاسه اني حتى يعني يا جيجي كلي اي حاجه بس عشان الجماعه ما يزعلوش. يعني يزعلوا ولا اتعب احسن؟ لا لا خلاص خليك براحتك. طب يا جماعه الحمد لله عن اذنكم. على فين يا مرات اخوي؟ ده انت ما اكلتيش حاجه، الصحن زي ما هو. خليها على راحتها يا صالح. يمكن اكلنا ما عجبهاش ولا حاجه. لا ازاي يا مرات اخويا، الاكل زي الفل، تسلم ايديكي. لو عاوزه حاجه خفيفه يا بنتي نعملها. لا يا حاجه انا الحمد لله شبعت، هطلع الجنينه اشم شويه هوا عن اذنكم. اتفضلي اتفضلي. قول لي يا فريد، هو في حاجة بينك وبين مرتك ولا ايه؟ لا أبدا بالعكس. أبدا كيف؟ ده من ساعة ما جيت ولا بتتكلم وبترد على قد السؤال. يا ولا يا سدي خشمك وكلي وأنت ساكتة. جرايه يا عمدة، هو أنا سدي خشمك ولا قومي هوينا. الله الله الله، جرايه يا جماعة ما توحدوا الله أمار. لا إله إلا الله. الحمد لله. طب يا جماعة عن إذنكم هشوف جهاني يمكن تكون تعبانة ولا حاجة. شفتي؟ حديثك ماسخ وكلامك سد النفس الناس. خلاص يا ولدي النبي ما تزعلها. قومي. قام الكلب بربعك. الشاي يا بيه. شكرا يا عطيات. العفو يا بيه. بقول لك ايه؟ مش عايز حد يدخل علينا، مفهوم؟ مفهوم يا عمدي. بيقولوا ايه يا ريت؟ ما عارفاش، بس العمده دخل الفرندا لسفريه ومعاه الدفاتر. طب يا حبيبتي شوف بيقولوا ايه. حاضر. رايحه وين يا بت؟ هشوفهم عايزين حاجه ولا خش لجوه، خش خش عليك يا صقطري. أنا من إمتى رجعت وراك يا صالح؟ ما طول عمرنا اللي بتديهولي باخده وخلاص. ما تزعلش مني يا أخوي، الوضع دلوقتي اتغير. زمان كانت كل حاجة بتتم بعلم أبوي الله يرحمه، لكن دلوقتي أنا شايل كل حاجة على كتافي. حتى أيام ما كان أبوك عايش كنت أنت برضو اللي شايل كل حاجة على كتافك. هو إحنا من غيرك يا صالح كنا عرفنا نباشر زراعة ولا أرض؟ كتر خيرك يا أخوي. تشكرني عليها فريد، احنا اخوات والمصلحه واحده برضك، سواء ليا ولا ليك. وانا عارف ان انت قدها وندود. تعيش اخوي. باقي حكايه الترك دي، وطبعا ده حق وامانه، المفروض كل واحد فينا ياخذ حقه، سواء ليا ولا ليك ولا لاختنا رشيده. ده بعد طبعا نصيب الحجه. ما اخبيش عليك، الحجه طلبت مني ان كل حاجه تبقى زي ما هي من ايام المرحوم الله يرحمه. وانا بطلب منك نفس الطلب، يعني تبشر لي نصيبي زي ايام المرحوم الله يرحمه، يعني كل حاجه تفضل زي ما هي. طب يعني مش حتشور الست جهان؟
ست جيهان دخلها ايه في موضوع زي ده؟ يعني مش عارف، بس انا حسيت كده يعني انها نفسها تعرف نصيب جوزها كام هي والاولاد يعني، وده حق ما يزعلش. لا 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 يا حاج صالح، انت مخك راح لبعيد قوي. جيهان مراتي لا يمكن تفكر في الموضوع بالشكل ده ابدا. انا مش زعلان، وعلشان كده انا الحقيقه كان عندي اقتراح، تحب تسمعه؟ اسمع. انا بقول يعني اشتري نصيبك في الارض والمصنع الكيماوي ومزرعه الدواجن، واديك فلوسك على داير مليم، ويا دار ما دخلك شر. ها قلت ايه؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا صالح؟ بقى انت راجل عايز تبيعني ارض ابويا؟ انا قصدي يعني انه بالطريقه دي هنحل مشاكل كتير، والمثل بيقول الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. باب ايه وريح ايه بس يا عمده؟ انا طبعا لا يمكن اوافق على حاجه زي كده ابدا. بقى انت يا عمده يرضيك ان انا ادخل ارض اللي انا وارثها عن المرحوم ابويا وانا ضيف عليه؟ الارض دي عزيزه عليا قوي يا صالح، عزيزه عليا زي ما عزيزه عليك بالظبط. يا راجل ده انا زرعت فيها بايدي وانا لسه عايز صغير. اي نعم انت اللي والدتها بعد كده وسبت الدراسه، لكن الكلام ده كان بارادتك، محدش اجبرك تعمل كده. الفكره من الاساس كانت فكره ابوك، هو اللي اقترح وانا اللي وافقت. وانت عارف انا وافقت ليه؟ لانه ما فيش حد فينا كان يقدر يقول له لا. ولا برضو ده يا صالح ما يديلكش الحق انك تبيعني ارض ابوي. خلاص خلاص انتهينا. انا قلت لك من الاول يا فريد انه ده اقتراح وانت رفضته، والمفروض انه ما فيش حد فينا يزعل. ربنا ما يجيب زعل يا سيدي. وعلشان كده انا عندي حل تاني ممكن يخلي الارض دي تفضل بيناتنا على طول. اهو ده الكلام، قول. الحقيقه الحل ده جاء في بالك ده لما سندس مرتي قالت لمرتك انه بناتك بسم الله ما شاء الله كبروا وبقوا عرايس. مش فاهم. الحقيقه انا بقول يعني نقروا فاتحه ابني عبد الحميد على بنتك فاطمه، وبكده الارض تفضل بيناتنا وممكن تزيد كمان. ها قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. يعني موافق؟ لا طبعا يا صالح مش موافق، ولا يمكن ابدا حوافق على كلام بالشكل ده ابدا. هو انت يا صالح تعرف ابنك عبد الحميد لما يكبر هيفكر ازاي؟ هيحب يرتبط بمين؟ انا كمان معرفش فاطمه لما تكبر هتحب مين، ولا تحب ترتبط بايه، ولا تطلع ايه، ولا صالح ازاي انا وانت نفرض على العيال حاجه وهم لسه اطفال، وبعدين حاجه هم اساسا ما فكروش فيها. وبعدين يا اخي ما انت بتقرا وفاهم، انت مش عارف ان جواز القرايب له اضرار صحيه على الاطفال؟ يبقى احنا بقى ازاي نساعد على حاجه زي كده؟ خلاص يا فريد يا اخوي ما تزعلش نفسك، انا كنت فاكر الموضوع ده هيسعدك ويسعد مرتك جيهان. يا عمده قلت لك ما تدخلش مراتي في اللي بينا، جيهان عمرها ما فكرت في موضوع زي ده. خلاص براحتك، يعني انت متوكد ان انت عايز كل حاجه تمشي زي ما كانت اول؟ وقلت لك ان انا موافق ومستعد امضي لك كمان. الله، انت كنت فاكرني بهزر ولا ايه؟ ربنا يكملك بعقلك يا فريد يا اخوي. والله ما كان له لازمه التعب ده كله يا حاج. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده بس يا فريد؟ مش معقوله يعني يكون حد من البنات يجوع بالليل ولا حاجه نتعب الست؟ خلوا بالكم الفطور حيكون موجود عنديكم الصبح. تعيش يا اخويا دايما عامل. الله يكرمك. تصبح على خير. وانت من اهله يا اخوي. تصبح على خير يا حاج. وانت من اهله يا ست جيهان. ايه يا جيهان ما تيلا؟ انت ليه ما وافقتش على العرض اللي عرضه عليك اخوك؟ انت ايش عرفك؟ انا كنت في البرندة اللي فوق سمعتكم بالصدفة. انت بتتجسسي عليا انا واخويا يا جيهان؟ ايه يا فريد؟ أنا مش بتجسس، أنا كنت مريحة في الأوضة اللي فوق، كنت عايزة أشم شوية هوا، طلعت وسمعت اللي ضربني بس. تقدر تقولي
انت ما وافقتش ليه يا استاذ؟ بقى انت عايزاني اجوز بنتي اللي قد كده؟ انا مش بتكلم عن الموضوع ده يا فريد، انا بتكلم عن بيع الارض لاخوك. عايزاني كمان ابيع ارضي يا جيهان؟ طب ليه؟ عشان ايه؟ عشان بناتك يا فريد، عشان بناتك. تعرف لو حصل لك حاجه حيورث فيك هو ولاده. عارف ليه؟ عشان حضرتك ما عندكش ولد يا استاذ. يا جيهان، عمري ما كنت اتصور ان تفكيرك يوديكي بعيد قوي كده. لكن يظهر ان صالح اخويا كان بيتكلم صح، وانا اللي ما كنتش واخد بالي. فريد حبيبي اسمعني بس، انا خايفه على بناتنا وعايزه امن لهم مستقبلهم. مستقبل ايه يا بنتي؟ المستقبل ده بإيد ربنا لوحده. حد عارف مين فينا اللي حيموت الأول؟ بقى عشان كده انت عايزاني أبيع أرضي. لكن حقولك إيه، ليكي حق، ما انت ما تعرفيش يعني إيه راجل يبيع أرضه. يا حبيبي اسمعني. خلاص يا جيهان، يلا بينا نروح على بيتنا، لحسن يكون حد واقف كده ولا كده يسمع اللي احنا بنقوله بالصدفة. يلا. كلمني واحد عندكم من الجمعية اللي بتقعد ترغوا فيها دي، اسمه مجدي. ده مقرر اللجنة عندنا. هو قال لي كده برضه، وجهلي دعوة يوم الخميس الجاي على اجتماع مهم قوي في الجمعية. عارف، بس رجع كلمني بعد شوية ولغى الدعوة دي. برضو عارفة؟ أيوة أنا اللي قلتلي. اشمعنى إن شاء الله بقى؟ لأنه دعاك من غير ما ياخد رأيي ولا استأذني. وإيه المشكلة؟ بالعكس، ده أنا كنت لا مؤاخذة هضرب بدلة غامقة وأجي أشرفك. أنا ما قصدتش كده عبد المنعم. أنت عارف الندوة دي بتتكلم عن إيه؟ عن دور الرجل وتأثيره الإيجابي على سلوك أولاده. فندم شفت؟ أديك حتى ما فهمتش عنوانها. عشان كده أنا كلمت الدكتور نجيب جوز إيفون صاحبتنا، هو اللي حيدير الندوة دي. قولي بقى، أن أنت لما قصد دربتيها في دماغك وقلت أن عبد المنعم حيجي يفضحني ويضرب الدنيا في بعضها. عبد المنعم، الندوة دي بعيد عن اهتماماتك خالص. بالعكس، الندوة دي بقى لمؤاخذة في صميم اهتماماتي. ولعلمك بقى، جوز إيفون صاحبتك اللي أنا مش عارف اسمه أصلا ده ولا كان هيعرف يتكلم زيي. بنتي كنت حاجة اتكلم لمؤاخذه من جوايا، احساسي كأب، لكن هو فلسفه بقى ونظريات ولعلم بقى، الكلام ده لا بيحل ولا بيربط في السوق. خلاص يا عبد المنعم، خلاص المره الجايه بقى تعالى وقولي اللي انت عاوزه. ولا المره الجايه ولا اللي بعدها، وانا عايز اجي من اصله. مامي في مساله في الماس مش فاهماها، ممكن تشرحها لي؟ وما سالتيش المستر بتاعك ليه؟ ما انا سالته في المدرسه قال لي تساليني في الدرس، ولما سالته في الدرس عم شرحها كده بطريقه غير اللي شرحها في المدرسه، فولا فهمت دي ولا فهمت دي. واعمل ايه انا دلوقتي؟ انا ماليش في الارقام دي خالص. اهدي شويه بالراحه على البنت. تعالي حبيبتي، تعالي اقعدي. عبد المنعم سيبي البنت، يلا بكره اسالي المستر بتاعك. ما تهدي شويه، مش انا يمكن يكون عندي طريقه اسهل. اطلعي شوفي دروسك وبكره اسالي المستر. يلا. استني يا بنت، عندك هنا، عندك رقم تليفون المستر ده؟ انت هتعمل ايه؟ هتصل بيه اقول له راعي ربنا شويه في معاملتي مع اولاد الناس. وهو هيعمل لهم ايه يعني؟ اكيد هم اللي مش مركزين في دروسهم. الله، مش بياخد فلوس على قلبه قد كده؟ يبقى يفضل ورا العيل من دول لغايه لما يفهم. يا اما لما اخذ هروح للمدرسه وهفضحه قدام البشر اللي هناك كلها، وهقول الراجل ده ما بيعرفش يشرح. انت بتقول ايه؟ انت عايز تعمل للولاد فضيحه في المدرسه قدام زمايلهم؟ خلاص يا ست هانم، لو حضرتك مش فاضيه تروحي سيبيني انا احاول. بس بالاصول. لا لا مؤاخذه، الاصول دي بقى عند مستقبل عيالي، تقعد على جنب. هتروحي انت ولا اروح انا؟ انا مش فاضيه عشان اروح. انا قلت كده من الاول. يا حبيبتي اسمه ايه المدرس ده؟ خلاص اسمه ايه المدرس ده؟ عبد المنعم. هروح انا، يلا اطلعي على فوق يا ايه. ودع حبيبتي كراسه ايه. على فكره بقى، انا زهقت من طريقه معاملتك ليا انا والولاد، مش قادره استحمل. خمسة في خمسة في 25، معانا 25 من أول امبارح، 50 والحاج